دايما انا بشفق عليه في حته السفر لان ده شغله برضه. فات اند اوف ذا داي هو بيحاول يعمل اقصى مجهود يقدر يعمله في الظروف المتاحه. طبعا موضوع روسيا عطلنا شويه بس خلاص ما كانش في حاجه نقدر نعملها. هو كان بيقدر يعمل على قد ما يقدر التمرين اللي بتتبعت له. نفسي اسافر روسيا كلعيب، خاصه ان انا سني يعني ممكن يسمح بكده. كتبت على تويتر لكوبر هرجع العب تاني وهضمن لك ان عندك مهاجم بيقدر يجيب جول كل ماتشين وهضمن لك جول في كاس العالم. لكن اكيد ربنا دايما ليه حكمته وانا بحلم ان وبتمنى ان ربنا يكون شايل لي الافضل في عالم التدريب. النجاح في تجربه ميدو بانت قوي في روسيا لان بعد ما سافر لندن وسافر ويلز وكان الفتره دي بيغيب عن مصر كتير قوي كانت بانت ان بقت جزء من شخصيته او بقت لايف ستايل بتاعه. ميدو بقى اكتف على طول، بقى بيحاول يتمرن او يلعب رياضه او يمشي، وبقى فاهم ان حتى لو ظروف شغله اجبرته انه يومين ثلاثه ما يتمرنش ممكن يعمل حاجات ازاي تبالانس القصه دي، ياخد باله من اكله ازاي. كل الكلام ده كان مفيد جدا واكد لي ان ده بقى اللايف ستايل بتاع ميدو، لان هو قدر يعمل كده لمده شهر شهرين وهو مسافر بره مصر، يبقى هو ما بقاش محتاج حد فوق دماغه 24 ساعه، وده اهم حاجه في الجيرني كلها. اول ظهور لميدو على التلفزيون في كاس العالم في روسيا احنا جالنا كميه مكالمات رهيبه. ايه ده وميدو ما شاء الله وخس كده ازاي وايه اللي حصل وايه التغير الفظيع. طبعا احنا كان بالنسبه لنا الناس ما شافتوش على التلفزيون بقى كتير، بس احنا كنا بالنسبه لنا شايفين الرحله من اولها لاخرها وعارفين هو تعب ازاي. فبالنسبه لي ميدو خسس بقى له شويه يعني. هو بقى لما كلمني بعد ما بدا يشوف بقى الناس بتقول ايه تون الصوت، طبعا لا هو فرحان جدا في حته تانية خالص. الناس كلها عماله تكلمني وتقول لي انت خسيت كده ازاي وانت خسيت وانت رجعت تاني زي الاول وانا مبسوط جدا الحمد لله. قلت له طبعا يعني باين، قال لي باين في التلفزيون، قلت له طبعا باين جدا. الحمد لله ساعتها قطعت شوط كبير جدا مع علي، وكنت مبسوط جدا ان كل الناس اللي بتشوفني في روسيا بتهنيني وبتبارك لي على ان انا ابتدى يبان عليا ان انا شكلي اتغير. الناس كانت بتهنيني على اللي وصلت له، وعلي دايما كان متابعني في كل حاجه بعملها كل يوم. I was doing very well. I was scoring every game and I was the striker that fits the number nine of Ajax a little bit more than Zlatan. اكيد كانت مسيرتي الكرويه يعني وانا بلعب كانت ممكن تبقى اطول. كان ممكن ان الناس متوقعه ان انا اعتزل في سن اكبر، ولكن انا المشكله الحقيقيه الكبيره ان انا كنت تصادمي بشكل كبير. اي حاجه بفكر فيها بقولها على طول، اللي قلبي يعني اللي في قلبي على لساني زي ما بيقولوا، وده دخلني في مشاكل كتيره جدا. كان في حاجات يعني عنصريه بتقابله اوقات حتى جوه الاياكس، قابلته مشاكل هناك وكومان عمل له مشكله وفي الاخر قال يا انا يا الراجل ده. هو ميدو هيتحارب طول الوقت لاسباب معينه، ان هو اللي في قلبه على لسانه، فهو ممكن يبقى بيقول حاجات ما ينفعش يقولها فبيطلع يقولها اني وايز، فده بيتقلب ضده، الناس بتمسك عليه كلام بتاع، بس في الاخر بتلاقي ان ميدو صريح وبتدخله في معارك كبيره جدا، بالرغم ان انت لو فكرت ثلاث دقائق فيها هتلاقي ان هو كلامه صح. ميدو من صغره دايما الناس محملاه اكبر من طاقته، لان هو يعني مثير للجدل زي ما بيقولوا. يعني ميدو اي موضوع يحب يتكلم فيه ويقول كلام
ساعات بيبقى كلام ممكن الناس ما تحبوش، ساعات ناس تحبه، لكن دايما هو موجود. حب ان هو يكون شخصيه جدليه مثير للجدل، ولكن هو انسان لما تقعد تتكلم معاه لا حد مثقف، حد فاهم هو بيقول ايه. هو عشان بني ادم كومبتيتيف قوي، او بني ادم بيحب يتنافس وبيحب عامه ان هو صغير كده، فبيتفهم ممكن رد فعله بيبقى اجريسيف شويه، فالناس واخده انطباع ان هو بني ادم اجريسيف، بس هو مش كده. مشكلته في مصر ما كانش عنده الظهير الجماهيري او الصحفي كاهلي وزمالك زي بقيه اللعيبه اللي كانوا مثلا معاه في منتخب مصر. والسوشيال ميديا والقصه مش زي يعني مثلا مش زي دلوقتي بنتكلم على صلاح والنني والدنيا كلنا وراهم وبنتابعهم. ايام ميدو بتهيألي الدنيا كانت اقل من كده بكتير قوي. ميدو على السوشيال ميديا خطر، لان هو على طول طول الوقت بيتكلم وعنده ناس كتيره جدا وراه وبيهزر كتير. مره كده هو اتقلب عليا تويتر كله بسبب حاجه هزار بيقولها لي، الناس صدقتها، فضلت اسبوع اتشتم من 4 مليون فولور وهو كان بيهزر، بس الناس طبعا مش فاهمه ان هو بيهزر. ميدو حياته على السوشيال ميديا بتهيألي زينا كلنا، يعني احنا قاعدين على طول دلوقتي مركزين مع السوشيال ميديا. هو اكتر حاجه بيحبها تويتر، بيقرا الاخبار على تويتر، ما بيردش على الناس كتير، يعني الناس بتبعت له كتير ما بيردش على، يعني لو حتى ناس بتهاجمه او بتضايقه نادرا لما بيرد على حد، بيكتب اراءه، يعني بيحس ان هو محتاج يقول حاجه بيكتبها، ما بيخافش من حد. ودي برضو من الحاجات اللي بحبها فيه جدا، ان هو شايف حاجه صح بيقولها، شايف حاجه غلط بيقولها. يعني السوشيال ميديا مش واخداه قوي برضو مننا، يعني اللي جوايا على لسانه. وباي حاجه بكرهك بحبك، اللي انت عامله ده حلو وحش بيبان عليه. لما رجع من روسيا، لما لقيته بيقول لي ان هو هيجي يتمرن في الساحل مع الجروب بعد الموقف اللي حصل في ألمازة، انا اتشديت، لان انا حسيت ان تجربه ألمازة دي بالنسبه له كانت فيها ديسابوينتمنت، حتى لو استحمل وكمل ان هو مش هيبقى حابب يحط نفسه في الموقف ده. انه يجي الساحل دي قصه، ان هو اصلا مش بيجي، وانه يختار يصحى الساعه 9 الصبح في الصيف عشان يجي يتمرن دي قصه تانية خالص. انا بعتبر ان واحده من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون معوقات لاي واحد بيحاول يتمرن اون ديلي بيزكس، ان هو يكون بيسافر كتير. يعني دايما التمرين بتاع كل يوم محتاج روتين اكتر، محتاج ان الواحد يبقى منظم مواعيد نومه ومنظم مواعيد اكله وبيتمرن في مكان واحد على قد ما يقدر. لما الوزن نزل وزودنا شويه سترينث وشويه قوه، البالانس ده خلاني ان انا قادر ان انا اتمرن بشكل احسن. لسه ما وصلتش للشيب والاحسن شكل انا عايز اوصل له، ولكن حاسس بفرق كبير جدا. بتحسن جدا 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 عن الفتره اللي فاتت، بس اظن ان احنا ان شاء الله الفتره دي هنكون مركزين مع بعض اكتر شويه، وسفره هيقل كتير، فهتفرق معانا، هتدينا بوست كويس. يعني I think هو بعد ما وزنه خس كل شويه او كل فيز هنعرف نانلوك مجموعه من التمارين المعينه، وهتخلي التمارين بالنسبه له مور انترستينج. دايما كل فتره حسب الشيب او حسب الفيزيك او حسب الفيتنس ليفل اللي ميدو فيها هيعرف يانلوك لينا فرص لتمارين اكتر. ففي الاول ما كانش نقدر نعمل حاجات فيها امباكت قوي وجري وكده، دلوقتي نقدر نعمل كده، تمارين بالانس، تمارين اجيليتي شويه، وبعد كده هنخش على سبيد اند باور. فكل فيز ليها تمارين اللي بتبقى مناسبه ليها. ممكن اقول ان الصيف ده كان احلى صيف عدى عليا من فتره كبيره جدا. حياتنا اختلفت، حياتنا رجعت حياة مليانة، هنخرج فين، هنروح فين، ميدو معانا في كل حاجة. فعلاً احنا الفترة اللي فاتت كنا مفتقدينه كتير، في خروج كتير، في سفر كتير، لأن ما كانش هو، ما كانش طبيعة شخصيته، كانش بيحب يخرج، أو ما كانش عنده كمان الانرجي والأفرت إن هو اللي يقدر يعمله معانا. دلوقتي كل حاجة خروج، هنعمل ايه، هو اللي دايما بيبتدي الاول. ما تشغلش نفسك للناس شايفينك ازاي، اشغل نفسك بانت عايز تشوف نفسك ازاي.